الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوج، معكم محمد الكبيسي وسؤدى طارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. بعد 11 يوما وفي جلسة يقودها المشهداني، البرلمان يلم أضاعه المتنافرة بين التوافق والأغلبية. عبر مباحثات غير معلنة بين الإطار والتيار مساعا لتوحيد البيت الشيعي تحت مظلة الكتلة الأكبر تقول مصادر. لولا جهودنا الدبلوماسية لصنفنا دولة مارقة يقول الكاظمي، ويؤكد لا يوجد جندي أجنبي مقاتل في العراق. قناة الفلوجة تستعرض حصاد عام كامل في المدن المحررة، والأهالي يأملون إزالة آثار الدمار والخراب. لليوم الرابع، مناطق واسعة في بغداد بلا كهرباء، والغاز الإيراني يخرج محطات ديالى عن الخدمة. البداية من أبرز المستجدات السياسية، حيث وقع رئيس الجمهورية برهم صالح المرسوم الجمهوري الخاص بدعوة البرلمان إلى عقد أولى الجلسات للدورة النيابية الخامسة، وذلك يوم 9 من كانون الثاني المقبل. وذكر صالح في مرسومه الجمهوري أن الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة وخادمة للعراقيين تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر. بدورها أرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء المرشحين الفائزين الأكبر سنا مع الاحتياط إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لعقد الجلسة الأولى من البرلمان الخامس. وأوضحت المفوضية في وثيقة صادرة عنها أن الأعضاء الفائزين الجدد في الانتخابات الأخيرة الأكبر سنا هم كل من محمود المشهداني وعامر الفايز وخالد الدراجي. كل ما يخص جلسة البرلمان التي دعا إليها رئيس الجمهورية نستعرضه مع عبد الرحمن النجار. بينما تسابق القوى السياسية الزمن وتخوض مفاوضات حثيثة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان تمهيداً لتشكيل الحكومة، وقع رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوماً جمهورياً تضمن دعوة أعضاء البرلمان الجدد لعقد أولى الجلسات التي من شأنها تهيئة الأمور لاختيار الرئاسات الثلاث والإعلان عن عهد سياسي جديد استجابة لمطالب حراك تشرين. الجلسة الأولى للبرلمان العراقي ستعقد يوم 9 من كانون الثاني المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو القيادي في تحالف العزم محمود المشهدان الفائز في الانتخابات عن محافظة بغداد. خلال الجلسة النواب الجدد البالغ عددهم 329 نائباً سيؤدون اليمين الدستورية وفقاً للمادة 50 من الدستور، ويتم ذلك أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد. وبعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر يتبوأ المنصة ويدعو إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم حسمه خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجلسة الأولى وأغلبية الأصوات في الجلسة الثانية وفق الدستور. جلسة البرلمان الأولى يمكن تأجيلها عند الضرورة لأيام وليس إبقاؤها مفتوحة وفق النظام الداخلي للبرلمان، ويجب حسم جميع ما تقدم فيها وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا. أما الآن ينضم إلينا الخبير القانوني الأستاذ فيصل راكان. أهلا بك أستاذ فيصل. إذن ما الذي ننتظره من الناحية القانونية في جلسة البرلمان الأولى؟ أستاذ فيصل إن كنت تسمعني.
الاتحاد. كنا نسأل بخصوص جلسة البرلمان الأولى. أستاذ فيصل، بعد مصادقة، هل يصلك صوت بوضوح أم لا؟ الصوت مو ما يوصل. واضح الصوت، واضح بالنسبة لي. أستاذ فيصل، واضح. تسمعني أستاذ فيصل؟ أهلا بك أولا. وكنا نسأل بخصوص جلسة البرلمان الأولى، ما الذي ننتظره بشأن تلك الجلسة، وما الذي يعني قد يعرقل عقدها أيضا من الناحية القانونية؟ هل هناك من مسوغ قانوني لعدم عقدها؟ لا بالتأكيد، يعني الجلسة الأولى عند بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أرسلت النتائج مع مصادقة المحكمة الاتحادية. لا أيضا مو واضح الصوت، ماذا يوصل يعني؟ عجيب. تسمعني الآن أستاذ فيصل؟ أنا أسمع واضح. نعم. أنا أسمع. نعم تفضل سيدي. أسمعك واضح يعني. تفضل أستاذ فيصل، نسمعك. نعم. بوضوح، تفضل سيدي. نعم، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، أرسلت بعد المصادقة إلى رئاسة الجمهورية، واليوم أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم 66 المتضمن أسماء المرشحين الفائزين والدعوة إلى عقد جلسة مجلس النواب الأولى خلال 15 يوم حسب الدستور العراقي، وسوف تكون الجلسة يوم 9/1/2022. نعم بالتأكيد الجلسة يجب أن يحضرها جميع أعضاء مجلس النواب. نعم. وبداية سوف تكون برئاسة العضو الأكبر سنا وهو الدكتور محمود المشهداني. بعد ذلك يطلب الرئيس الأكبر سنا انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه. بعد إتمام العملية يصار إلى بعد تسلم الرئيس الجديد لمجلس النواب، يفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ويكون التصويت وفق أغلبية الثلثين طبعا لرئيس الجمهورية، لكن لرئيس مجلس النواب ومعاونيه الأغلبية البسيطة ب50+1. في حالة عدم حصول أحد من المرشحين على الثلثين من أعضاء مجلس النواب يصار إلى يعني على من يحصل على الأكثر، يصار إلى جولة ثانية طبعا لرئاسة الجمهورية، ومن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات هو يكون رئيسا للجمهورية. بعد انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 76 من الدستور العراقي يكلف الكتلة الأكثر عددا لتقديم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء. فيما يتعلق أستاذ فيصل بالكتلة الأكبر، فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، أيضا يتم تحديد الكتلة الأكبر في جلسة البرلمان الأولى، يعني أم انتهينا من هذه الجزئية؟ بالتأكيد. نعم تفضل سيدي. هي هذه انتهى الموضوع، يعني أعتقد أنه لا حاجة إلى الرجوع إلى المحكمة الاتحادية أو الرجوع إلى تفسيرات أي تفسيرات أخرى. الكتلة الأكثر عددا التي حددتها التوضيح أو قرار المحكمة الاتحادية اللي صدر عام 2018، أن الكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تدخل إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب، هذا واحد. بعدين هناك صار قيد غير مباشر على هذا التفسير بالمادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9/2020، عندما أعلنت هذه المادة عدم جواز انتقال أعضاء مجلس النواب من قائمة إلى أخرى لحين تشكيل مجلس الوزراء. لذلك الكتلة التي تأتي إلى مجلس النواب من الفائزين هي التي تعتبر الكتلة الأكثر عددا. نعم، يعني كنت أيضا تشير إلى اختيار رئيس الوزراء، هل هذا يتم في الجولة الأولى والثانية من الجلسة الأولى للبرلمان، يعني أم خلال 30 يوما أو 15 يوما أستاذ فيصل؟
هو الحقيقة المدة المعطاة لاختيار رئيس الجمهورية هي 30 يوم. نعم. سواء تم اختياره في الاختيار الأول على الثلثين أعضاء مجلس النواب أو تم إعادة الترشيح لمرة أخرى يعني لجولة ثانية بالانتخابات داخل مجلس النواب. نعم. وقد تستغرق 30 يوم يعني من يوم واحد إلى 30 يوم وتبقى الجلسة مفتوحة الجلسة الأولى. وهذا طبعا بالتأكيد يعني كلما قلت المدة يعني كلما اختصر الزمن كان أفضل بسبب أن الفترة السابقة تعطلت كثيرا يعني مجريات الأحداث. نعم. التي يجب أن تجري بأسرع من هذه الوتيرة. طيب يعني أستاذ فيصل ذكرت بأن الجلسة من الممكن أن تبقى مفتوحة، يعني ألم يكن هناك أيضا استفسار بخصوص إبقاء الجلسة مفتوحة قدم من قبل بعض منظمات المجتمع المدني عام 2018 عندما بقيت تلك الجلسة الأولى للبرلمان الرابع مفتوحة، يعني ووجهت المحكمة الاتحادية بأن لا تبقى الجلسة مفتوحة أو هناك ربما مثالب قانونية قد تترتب على ذلك؟ لا، هو شوف الدستور حدد أنه يجب أن تنتهي الجلسة الأولى بانتخاب رئيس الجمهورية. يعني هذا موضوع منتهي من عنده، لكن الجلسة يعني قد تستغرق وقت يعني طبعا للنقاش. نعم. لطرح الأصوات للتباحث قد تستغرق يوم يومين أعتقد أنه، لكن الجلسة لا تغلق يعني لا تنتهي الجلسة لحين انتهاء اختيار رئيس الجمهورية، يعني لا يمكن أن يرحل رئيس الجمهورية إلى الجلسة الثانية لمجلس النواب، وبالتأكيد هي هذه توقيتات قانونية دستورية. نعم. يجب أن يلتزم بها. نعم. مجلس النواب. توضحت الصورة. الخبير القانوني الأستاذ فيصل راكان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد أمس الأربعاء في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بحضور أغلب زعامات وممثلي قوى الإطار الشيعية ناقش كل السبل التي من شأنها أن تعيد وحدة البيت الشيعي لتشكيل الكتلة الأكبر. المصادر أوضحت أن وفد الإطار التنسيقي بحث مع السيد الصدر جهود تقوية الكتلة الأكبر التي تتكون من البيت الشيعي للذهاب نحو تشكيل حكومة قوية يسمى رئيس وزرائها من الكتلة المشكلة، مرجحة أن الكتلة الأكبر قد يتم الإعلان عنها مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في وقت أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء سيكون من إحدى الكتلتين الإطار التنسيقي أو التيار الصدري. عقد الإطار التنسيقي اجتماعا داخليا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي بعد اجتماع عدد من قياداته بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بالحنانة. وذكرت مصادر مقربة من الإطار أن الحاضرين في اجتماع منزل المالكي كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، كما حضر الاجتماع كل من رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي وعضوي المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق عدنان فيحان وعيسى الفريجي. من جانبه أوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن اجتماع الحنانة الأخير بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووفد الإطار التنسيقي خرج باتفاق على أن يكون البيت الشيعي الكتلة الأكثر عددا، مبينا أن الصدر تأكد من وحدة الموقف موقف الإطار خلال الزيارة الأخيرة للحنانة. يعني الإيجابيات أنه اتفق على أن يكون البيت الشيعي هو يمثل الكتلة السياسية الأكثر عددا، هذا واحد. اثنين، أنه هو ليس لديه إشكال. نعم، وكان البعض يتخوف من عنده، كان البعض يدخل يعني سربت مع معلومات كثيرة وسربت أخبار كثيرة حول موضوع إبعاد هذه الكتلة وإبعاد هذا المنصب من هذه الكتلة، يعني هذا الموضوع مو حديثنا الآن. الجزء الآخر المهم أيضا أنه السيد مقتدى الصدر أنه رغبته في إكمال الحديث مرة أخرى للقاءات أخرى جديدة
أيضا بمعنى أنه هو يعني ماضي إلى التفاهم وماضي إلى الاستماع إلى ما يطرحه التيار الصدري. الإيجابية الثالثة هو أنه وجد السيد مقتدى أن الإطار التنسيقي بهذه الشخصيات المتواجدة اليوم والتي ذهبت إلى الحنانة هي تمثل رأيا واحدا ولا تمثل رأي كتلها بجزئياتها المنضوية تحت عنوان الإطار. من حلبة الصراع إلى طاولة الحوار، العلاقة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي شهدت بعد اجتماع الحنانة تصريحات يمكن من خلالها معرفة خيارات كل طرف في التعامل مع الآخر، فقد تلتقي توافقية الإطار مع أغلبية التيار عند كلمة الوطنية، حيث يمكن أن تلتقي بعض المصالح في النقطة ذاتها التي تتقاطع مع مصالح أخرى. حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، التصريح الوحيد الذي خرج به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد اللقاءين مع قادة الإطار التنسيقي. الفرق بين القصقصتين أن الأولى كتبت بالحبر الأزرق عندما حل الصدر ضيفا على قادة الإطار ببغداد، وباللون الأحمر بعد لقاء الحنانة. في ظل هذه الظروف أنه صعب الوصول إلى تفاهمات ما بين الكتلتين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، رغم يعني وجود اجتماعات وربما هناك اجتماع ثالث، لكن وجهة نظر شخصية بأنه من الصعب الوصول إلى توافق في هذا المجال، لربما يدخلون إلى الجلسة الأولى للبرلمان وكل منهم يسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر من أجل المضي بتشكيل الحكومة، وعندئذ سيكون للمكونين الآخرين المكون الكردي والمكون السني القول الفصل. انسداد سياسي معالمه واضحة داخل البيت الشيعي، لكن نتائجه مجهولة حتى إعداد هذا التقرير. لربما أولى جلسات البرلمان هي من تولد الكتلة الأكبر. كل هذه الآن الرؤى ستكون حاضرة بانعقاد بيوم 9 إن شاء الله تحت قبة البرلمان، لننظر من هي الكتلة الأكبر، لنعلم إلى أين يسير، باتجاه الأغلبية أم باتجاه التوافقية. وتؤكد مصادر أن الإطار التنسيقي يسعى إلى منصب سيادي بعد قناعته بصعوبة تشكيل الكتلة الأكبر في وقت دعا فيه رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى عقد جلسته الأولى في 9 من كانون الثاني العام المقبل. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة. إلى كردستان. من أجل مصالح الإقليم تظهر الكتل الكردية متحدة أمام شركائها، لكنها لم تتجاوز بعد خلافاتها الداخلية، فالتعديلات على نتائج الانتخابات أثارت خلافات بين الحزبين الكرديين، خلاف قد تظهر انعكاساته على الموقف الكردي الموحد مستقبلا إذا ما اتسعت الفجوة بين الطرفين. رغم إعلان المحكمة الاتحادية تصديقها نتائج الانتخابات، وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهاما مباشرا لرئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات بعد فقده لمقعدين في أربيل ونينوى لصالح الاتحاد الكردستاني بعد إعادة العد والفرز اليدوي في عدد من المحطات وتمديد فترة الطعون الانتخابية. في دائرة من دوائر الانتخابية في أربيل كان هناك اعتراض من قبل مرشح من قبل الاتحاد الوطني، وتم إعادة فرز الأصوات في محطة معينة، ظهرت بعض الاستمارات التي لم تملأ حسب التعليمات، كان هناك أعتقد إشارة في موقعين. مع الأسف الشديد تم إلغاء كافة نتائج المحطة، كذلك حدث نفس الشيء في الموصل. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقد بأنه إذا كانت هناك استمارات غير صالحة يجب إلغاء هذه الاستمارات فقط. ردا على هذه الاتهامات جاء النفي من مفوضية الانتخابات في وقت سابق، مبين عدم تدخل أي جهة في عملها، فيما عدت قيادات الحزب هذا القرار سياسيا وتجاوزا على القانون وسلبا للحقوق، مؤكدا أنه سيسلك كل الطرق القانونية لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
نحن عندما ندخل كإقليم كردستان في مفاوضات مع الأطراف العراقية يهمنا أولا الحفاظ على المكتسبات ومستحقات شعب كردستان، وعدم يعني إعادة تكرار التقصير من قبل بغداد باتجاه حقوق إقليم الدستورية، خاصة الموازنة، موضوع البيشمركة. وتدخل الأحزاب الكردستانية مجتمعة خلال الأيام القليلة القادمة مفاوضات مع القوى السياسية متمثلة بالتيار والإطار والعزم وتقدم تخص تشكيل الحكومة التي يبحثون من خلالها عمن يضمن لهم حقوقهم الدستورية والقانونية. من أربي البشير الحسن، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجاح حكومته وعبر الورقة البيضاء في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا، فيما أكد أن العراق كاد أن يصنف دولة مارقة لولا استعادة دوره الإقليمي والدولي والعربي كذلك. نجحنا بتوفير أكثر من 12 مليار دولار احتياط للبنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى رفع تصنيف العراق إلى درجتين بهذه الظروف. هذا إنجاز كبير يجب أن نفتخر به. كذلك العراق كان قاب قوسين من أن يكون دولة مارقة وبعيدة في علاقات الخارجية. نجحنا خلال فترة قصيرة بأن يستعيد العراق كثير من دوره الإقليمي والدولي العربي والإسلامي، ونجحنا بتحسين علاقاتنا وكذلك احتضان أكثر من لقاء للأشقاء للأصدقاء للجيران على أرض بغداد أرض السلام. نجحنا بترطيب الأجواء ونجحت هذه العلاقات في تقريب وجهات نظر كثير وتجنب المنطقة والعراق آثار حرب قد تكون لا سمح الله مدمرة على العراق وعلى المنطقة. من جهة أخرى، الكاظمي أشار أيضا إلى أن الدور القتالي لقوات التحالف سينتهي بنهاية هذه السنة، وقد انسحبت القوات القتالية بالفعل، واليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل، وقد وصلت مجموعة من المستشارين لدعم القوات الأمنية واحتياجاتها في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش. اليوم كذلك ينتهي نهاية السنة، ويكون حضور للتحالف الدولي الدور القتالي انتهى، وبالفعل انسحبت القوات القتالية ولم يوجد اليوم جندي من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل، وإنما وصول مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش. كذلك هذه السنة كانت إنجازات أمنية كبيرة للجيش العراقي البطل، لجيش مكافحة الإرهاب والباشمركة والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في تحدي فلول الإرهاب والدواعش، وقتلنا أكثر من شخصيات مهمة عند هذه الجماعات وسوف نستمر مطاردتها في كل مكان. بدوره قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 12 أمرا اعتبرها ضرورية بشأن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق مع نهاية العام الحالي. وقال الصدر في بيان له إن انتهاء المهام القتالية للقوات العسكرية الدولية يكون فعليا مع توفر طلب قانوني رسمي يبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه، مع تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصرا، إضافة إلى تحديد المهام بلائحة يجب التزامها وعدم الإخلال بها. كما شدد الصدر على تحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقية، إضافة إلى تحركات الأفراد الباقين وفق القوانين العراقية الدبلوماسية المعمول بها. يوشك العام أن ينتهي وتوشك معه القوات الأمريكية على المغادرة. انسحاب الأمريكيين بالتزامن مع عودة تنامي الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة أثار مخاوف كثيرة، كما أثار أسئلة أكثر عن مستقبل العراق الأمني والسياسي وقدرة قواته الأمنية على مواجهة تحديات الإرهاب.
نهاية العام الحالي إنهاء لمهمة القوات الأمريكية في العراق، ورغم الضجة التي رافقت إعلان انسحابها، فإن حجم القوات المتبقية التي تقوم بعملية الانسحاب ليس ضخمة من ناحية العدد، حيث يوجد اليوم قرابة 2500 جندي أمريكي في العراق إلى جانب أكثر من 4500 متعاقد مع وزارة الدفاع، إضافة إلى حوالي 1000 جندي من دول التحالف الأخرى في العراق وأكثر من 100 جندي ألماني. أعتقد الانسحاب الأمريكي إذا لم يكن هناك تنسيق عالي وتنسيق كبير ما بين القوات العراقية وبين القوى السياسية العراقية وبين الجانب الأمريكي من أجل استغلال العراق، أعتقد ستكون هناك مشكلة كبيرة على الأراضي العراقية. وكذلك أتمنى على الكتل السياسية الأحزاب السياسية أن تنسى خلافاتها وأن تنسى مشاكلها من أجل مصلحة التراب العراقي ومن أجل الوصول إلى عملية استقرار حقيقية على الأراضي العراقية في حال انسحاب القوات الأمريكية. وفي ظل عودة هجمات تنظيم داعش الإرهابي، فإن مناطق متفرقة تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية، تصاعدت التحذيرات من تردي الأوضاع السياسية والعسكرية في العراق في وقت بات فيه من الضروري تحديد مدى أهمية وجود قوات داعمة للعراق. يعني تأثير القوات الأمريكية أو عدم تأثيرها، هذا ما تحدده الحكومة العراقية باعتبارها هي المسؤولة عن الملف الأمني، وبالتالي إذا ما رأت الحكومة العراقية هناك حاجة للقوات الأمريكية سواء كانت البرية أم الجوية، ينبغي أن تحدد هذه الحاجة، عدد المقاتلين، نوع الدعم، هل هو بري جوي ما شابه ذلك. أما الحكومة العراقية يعني صرحت بأنها ليس بحاجة إلى أي قوات أجنبية داخل العراق، وصرحت بأنها أنهت يعني الوجود الأجنبي سواء من قوات التحالف أو من القوات الأمريكية. ولكن لاحظنا أيضا بالفترة الأخيرة النشاط داعش في مناطق متعددة، هذا النشاط ازداد مع يعني إعلان الانسحاب الأمريكي، وهنا أيضا احتمالين، هل هذا النشاط مفتعل؟ وعقب الانسحاب الأمريكي، فأن خبراء الأمن والدفاع يرون ضرورة ماسة في تنسيق المواقف بين الدول العربية والتعاون السياسي والعسكري فيما بينها لتحقيق توازنات في المنطقة، على الرغم من اعتقاد الرأي السائد بأن الانسحاب ما هو إلا اتفاق لتخفيف الضغط الحاصل على حكومة الكاظمي. ندى المرسومي من بغداد، قناة الفلوجة. بالعودة إلى اجتماعات التيار الصدري والإطار التنسيقي، ينضم معنا عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين. مرحبا بك أستاذ أحمد. بعد الاجتماعين مع الصدر صرح الإطار التنسيقي أنه خرج بنتائج إيجابية، هل يمكن أن يعني ذلك أن التيار والإطار ربما يدخلون ككتلة أكبر إلى البرلمان؟ نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين لكادر قناة الفلوجة. في الحقيقة هذا الاجتماع يأتي هو استمرار الاجتماع الأول الذي حدث في منزل السيد العامري، واستكمالا للتفاهمات السياسية التي جرت بين الطرفين تحت يافطة وعنوان أساسي وكسر الجمود والجليد السياسي بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية. مخرجات هذه الاجتماع وفق ما صرح به وفق ما موجود اليوم هو الإيجابية والودية الموجودة بين الطرفين، وهنالك محددات ونقاط أساسية جرت بين الطرفين تم التشاور فيها، وهناك مقبولية سواء كان لدى السيد مقتدى الصدر أو لدى قوى الإطار التنسيقي. ويمكن القول أنه من الأساسيات في هذه الاجتماعات هو الدخول أو الذهاب في تشكيل الكتلة الأكبر من أجل تشكيل حكومة قوية تلبي طموح المواطن العراقي، وذلك بسبب اليوم أن نحن في العراق أنه المشهد السياسي في العراق أنه أشبه بأزمة مثلث الأضلاع، والوجود الأمريكي من جانب وبقايا داعش من جانب آخر، وأزمة تشكيل الحكومة. لذلك اليوم الكل معني سواء كان في الإطار التنسيقي أو الكتلة الصدرية وباقي المكونات يجب أن يكون على مستوى المسؤولية في من أجل السير في فتح الانسداد الموجود في الشارع العراقي. طيب. الذي لا يتحقق مواطن العراق. سيد أحمد، لكن بعد كل اجتماع يصر الصدر على الأغلبية ويكررها باستمرار ويكتب كما يقال قصقوصة مكتوب عليها أغلبية لا شرقية ولا غربية، ويرى فيها مراقبون بأنه صعوبة تفاهم الإطار التنسيقي معه، وخرج من الاجتماع
يعني لم يستطع أن يثنيه عن ذلك. هل لو بقي التيار الصدري بهذا الاتجاه، الإطار التنسيقي ماذا يملك بالاتجاه الآخر؟ هل لديه القدرة على الذهاب وحيدا دون الصدر إلى البرلمان؟ من ثوابت الإطار التنسيقي هو عدم الذهاب وحيدا إلى البرلمان من دون الكتلة الصدرية، واحد. اثنين، فيما يخص أنه لا سمعت السيد مرتضى صدر وما أعلن مثل في ليلة أمس أنه أعلن حكومة أغلبية وطنية، ولم يقل حكومة أغلبية، ونحن مع حكومة أغلبية وطنية تضم كل أطياف الشعب العراقي، كذلك لا شرقية لا غربية. يجب أن نعطي مفهوم هذه الكلمة يا سيدي الكريم. لا شرقية لا غربية أطلقت في زمن الثورة الإسلامية التي تندد بالتدخل الاستعماري الأمريكي وأبنائه. لذلك اليوم الإطار التنسيقي من محدداته الأساسية والنقاط الأساسية لدى الإطار التنسيقي أنه الذهاب إلى البرلمان بكتلة أكبر مع الكتلة الصدرية. هذا جانب. من جانب آخر، لا ننسى أنه تصريحات القوى الأخرى فيما يخص المكون، الأخوة في المكون السني والأخوة في المكون الكردي، أنهم أشاروا في أكثر من تصريح يجب أن يكون البيت الشيعي أو المكون الشيعي موحدا من أجل تشكيل حكومة تقع على عاتق المكونات الثلاثة الأساسية مع مراعاة الأقليات الموجودة في العراق. طيب، الوضع اليوم في العراق أمل ذلك انسدادات سياسية، تجاذبات سياسية، لا يتحمل الشعب العراقي ذلك كما تعلمون، لما يمر من أزمة اقتصادية، لما يمر من أزمة خدمية. لذلك يجب على الكل أن يكون على مستوى المسؤولية ومستوى الوطنية في العراق. طيب، هل يمكن أن يتنازل الصدر عن ترشيح رئيس الوزراء، خاصة مع ذكر بعض الأطراف بأن هناك أطراف أخرى ربما تجمع الإطار والتيار على مرشح تسوية؟ طبعا في الاجتماعات الأخيرة لم يحدد هنالك أسماء أو مرشحين تسوية، خاطر نكون أكثر واقعيين ونتكلم بما موجود. ليس في الاجتماعات، لم أقصد الاجتماعات سيد أحمد، أقصد أطراف أخرى تحدثت بأنه ربما من أجل أن يفتح هذا الانسداد بين الإطار والتيار ربما سيتدخلون لأجل طرح مرشح تسوية. يعني أطراف تقصد داخلية أو خارجية؟ أطراف داخلية بالتأكيد. لا، الأطراف الداخلية أنا أشرت أنه تصريح الأطراف الداخلية لم تحدد هوية أو شكل رئيس الوزراء، إنما أشارت يعني اليوم تصريح الأخوة ليلة اليوم تصريح الأخوة الكرد أنه فيما يخص أنه يجب البعيد عن التسميات الحزبية في المكون الشيعي، يجب أن يكون المكون الشيعي موحدا، كذلك الأخوة في المكون السني. نعم. اليوم الموجود أنه بعيدا عن اتفاق عن أي شخصية موجودة أو طرح أي شخصية، لذلك حتى الإطار التنسيقي أنه أشار هو عدم طرح أي اسم من الأسماء فيما يخص الرئاسات الثلاثة. كل ذلك يعتمد يا سيدي الكريم على التفاهمات السياسية. نعم. بعد تشكيل الكتلة الأكبر من المكون الشيعي والذهاب إلى الكردية والمكون السني. وضحت الفكرة السيد أحمد عبد الحسين، عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. للحديث حول انسحاب التحالف الدولي من العراق ينضم إلينا الباحث في الشأن العراقي السيد مهند الجنابي. سيد مهند، مرحبا بك. انسحبت كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق وسط تواجد للسلاح المنفلت والفصائل المسلحة وانتشار داعش في بعض المناطق الصحراوية، هل كان خروجا صحيحا بهذا التوقيت؟ مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لجنابك الكريم وللسؤدد وللسادة المشاهدين. أعتقد بأنه منذ البداية، منذ المطالب التي ذهبت بها القوى السياسية القريبة من إيران لخروج القوات الأمريكية، كان هذا الموضوع قيد النظر، بالرغم من الضغط الذي مارسته هذه الأطراف على الحكومة، لكنه يبقى ضمن تقديرات قيادة العمليات المشتركة والقوات المسلحة العراقية. جولات الحوار الاستراتيجي إذا نلاحظ بأنها جاءت بسلسلة من المراحل ستنتهي يوم غد، هو انتهاء المهمة القتالية. هناك جدلية تثار في هذا الصدد أستاذ محمد. نعم. مسألة انسحاب القوات الأمريكية أو انتهاء المهمات القتالية، لنفترض بأنه لا يمكن لأي قوة تدريبية أو قوة استشارية أن تقوم بواجباتها في التدريب والاستشارة إذا لم تكن هي بالأساس قوات قتالية، فهذا يعني بأنه القوات التي ستبقى أو التي ستستبدل هي قوات تدريبية ولكنها لا تمتلك التفويض القانوني لاستخدام القوة القتالية أو حتى بالتصرف بدون الرجوع إلى قيادة العمليات المشتركة، وهذه أسست في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والعراق منذ يوم غد سيكون ملزما بحماية هذه القواعد والتي تستضيف
قوات التحالف الدولي، ولا يزال الطريق طويلا في محاربة طيب الإرهاب. هذه الحماية سيد جهود مهند. القوات العراقية، هذه الحماية التي سيحظى بها المستشارون ستكون عراقية كما ذكرت، لكن الفصائل المسلحة تؤكد أنه احتلال من نوع آخر، وبالتالي لو تم استهدافهم سيضع الحكومة في حرج. ما إمكانية القوات العراقية في حمايتهم وتدارك الموضوع؟ طبعا بكل تأكيد سلوك الفصائل المسلحة هي تحاول أن تتلاعب بالألفاظ القانونية وتغير الحقائق الواقعية على الأرض إلى ما تريده أو ما تريد أن تصوره وتسميه بين قوسين قوات احتلال. هذه ليست قوات احتلال، هي قوات موجودة بطلب من الحكومة العراقية، وأيضا بقائها كتدريبية واستشارية أو حتى استبدالها بقطاعات أخرى تدريبية واستشارية هو بناء على قرار سياسي وأمني صادر من الحكومة العراقية الرسمية التي تمتلك هذا التفويض. إذا ما ذهبت أو أرادت هذه الجماعات المسلحة إلى تصوير هذا الأمر والقيام بما تهدد به، فإنها ستضع التزامات العراق أمام المجتمع الدولي وأمام قوات التحالف الدولي على المحك. وهنا أعتقد بأنه من واجب الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة مواجهة هذه الجماعات وهذه الأعمال، لأنها بكل بساطة وفقا للقوانين العراقية النافذة ستعتبر أعمالا إرهابية من يستضيف قواعد عسكرية عراقية أو أصدقاء العراق. فبالتالي أعتقد بأنه هذا هو التحدي. بالتالي أعتقد بأنه المسألة هي أيضا ترتبط بالأجواء السياسية وبالوضع السياسي وحتى مباحثات تشكيل الحكومة. نلاحظ بأنه هذا الخطاب يتصاعد إذا ما ذهب زعيم التيار الصدري بالتمسك بحكومة الأغلبية الوطنية أو ابتعد عن أطراف الإطار التنسيقي. لكن عندما يعني تهدأ الأمور أو تحصل هنالك تقاربات، نلاحظ بأنه هذا الخطاب قد ينخفض. بالتالي تبقى هذه الورقة الأخيرة لدى الفصائل المسلحة بعد أن خسرت الانتخابات للتهديد بها وابتزاز الحكومة المقبلة وابتزاز القوى السياسية من أجل الحصول على مكاسب سياسية. حتى الآن سيد مهند لا يوجد أي تصريح إيراني فيما يتعلق بانسحاب التحالف الدولي من العراق، كيف تقرأ ذلك؟ الإيرانيون منذ أكثر من عام يعني وحتى في لقاءاتهم مع المسؤولين العراقيين كانوا يتدخلون بالشأن العراقي ويدعون لإخراج هذه القوات، لكن فيما يتعلق بالجولة الأخيرة ومخرجات الجولة الأخيرة التي حسمت في تموز الماضي بـ 31 كانون الأول، هي بكل تأكيد تعتبر شأنا عراقيا داخليا وشأنا دبلوماسيا وسياسيا وأمنيا. من هنا أعتقد بأنه الإيرانيون ينظرون إلى المتغيرات الحاصلة في العراق برؤية سابقة يعني مختلفة عن رؤية ما قبل 10-10. هنالك متغيرات فرضت نفسها وستفرض نفسها على الأداء السياسي الإيراني بعد أن خسروا وكلائها الحضور في البرلمان أو في الحكومة السلطة التنفيذية لخدمة برامجها وخدمة أهدافها. نعم. أعتقد بأنه إيران تحاول الآن أن تتكيف مع هذه المتغيرات من أجل أن تقترب من الجهة الفائزة أو على أقل تقدير تحافظ على مصالحها وتتبرأ من أي أعمال إرهابية خارجة عن الإطار القانوني والدستوري في العراق يعني من واجهة أو من وجهة نظر حماية مصالحها والتعامل مع المتغيرات. نعم. لكن بكل تأكيد هذا يبقى تهديدا قائما على التزامات العراق الدولية، ومن واجب الحكومة الحالية والحكومة المقبلة مواجهة هذا التهديد وهذا التحدي. وأعتقد بأنه ليس فقط فيما يتعلق بقوات التحالف الدولي التدريبية والاستشارية، في كل الملفات العراقية وملفات إدارة الدولة العراقية لن تستطيع الحكومة المقبلة من أداء واجباتها إذا لم تواجه هذا التهديد الذي يخترق الدولة ويخترق مؤسسات الدولة ويحرفها عن مسارها، لأنها بكل تأكيد ستكون حكومة فاشلة وحكومة قصيرة الأمد أمام الضغط الشعبي والمطالب والاستحقاقات الوطنية. شكرا لك الباحث في الشأن العراقي سيد مهند الجنابي على هذه المداخلة. الأخبار مستمرة. إلى أهم التطورات في المناطق المحررة، حيث أعلنت اللجنة العليا للإعمار في نينوى شمول المنازل التي ما زالت مدمرة وبنسبة تزيد على 50% ببرامج الإعمار، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء كان قد خصص مبالغ لإعمار جميع المنازل المدمرة في أقضية ونواحي نينوى بالتزامن مع عودة النازحين إلى مناطقهم. وقالت اللجنة في بيان لها إن حملة الإعمار للمنازل التي ستنفذ من قبل شركات متخصصة
تم التعاقد معها بهذا الشأن، إضافة إلى مشاركة ملاكات مديريات البلدية والبلديات العامة في المحافظة، والتي كانت قد أتمت أعمال رفع الأنقاض منها. وعن مدة المشروع والشروع بالعمل أوضحت أنها ستكون مع بداية العام المقبل وبمدة عمل مفتوحة. ملفات عديدة ينتظر أهالي الأنبار من الحكومة المقبلة حلها وعدم تأجيلها مرة أخرى، المختفون قسرا، النازحون، إعادة الإعمار وغيرها من القضايا التي مرت عليها 7 سنوات عجاف دون أن يغاث ناسها حتى الآن. ما إن تضع الحرب أوزارها حتى تعاني الأرض آثارها، في الأنبار مشكلات وملفات عالقة كثيرة وخطيرة على المستوى الداخلي والخارجي. بنى تحتية وطرق خارجية ومنازل ما زالت مدمرة كما تركتها يد الحرب، كما لم يشهد عام 2021 حلا لقضية النازحين التي لم تحسم حتى اليوم، وما زال هناك آلاف النازحين من الداخل والخارج دون أي تحرك فعلي من الحكومات المتعاقبة لإنهاء هذا الملف. كل حرب تترك وراها مخلفات. اليوم احنا نطالب بالحكومة في ارجاع النازحين الى مناطقهم الغربية. اكو هواي مناطق بالغربية ما رجعت النازحين، نطالب فتح ملفات تعويض النازحين. هسه حاليا الرمادي يعني نقول رجعت العالم شوي عليه، بس اكثر شيء المناطق الغربية لحد الان اكو عوائل ما رجعت، قاعدة هنا ايجارات. في غياهب المجهول ظل مصير آلاف الرجال والصبية المختفين قسرا بعد اختطافهم من مناطقهم، واقع لم يتغير هو الآخر في 2021، ليتطلع المواطن الأنباري إلى الحكومة المرتقبة أملا بالكشف عن مصيرهم والوقوف مع معاناة أهالي وعائلات المختطفين الذين بلغ عددهم أكثر من 5000 مغيب من المختفين قسرا، ولا يزال مصيرهم لغاية اللحظة مجهول. آلاف العوائل من أبناء المغيبين يتمنون أنه تكون مساعي جادة من قبل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، أنه تفتح وتهتم بملف المغيبين. الأعوام اللي سبقت كان هناك عدد كبير من المغيبين من محافظة الأنبار. جميع الأنظار متوجهة صوب الحكومة المقبلة لتشكيل لجان مختصة لإنهاء ملفات النزوح والتغييب القسري والتعامل معها بجدية ونزاهة، آملين في استعادة أمن المحافظة واستقرارها. لقناة الفلوجة، إدريس يحيى. شهدت ملفات السياسة والأمن والخدمات خلال هذا العام أحداثاً كثيرة، لا سيما في محافظة صلاح الدين، فالانتخابات وعدد من العمليات العسكرية مثلت أهم المحطات في هذا العام، فيما بقي عدد من الملفات والأزمات على حالها دون حلول. شهدت صلاح الدين أحداثاً أمنية وسياسية لا تنسى في العام 2021، فالحدث الأبرز كان الانتخابات التشريعية التي أفرزت تغييراً واضحاً في التمثيل النيابي للمحافظة في مجلس النواب. أما أمنياً فكان استهداف أبراج نقل الطاقة بمجموع 31 برجاً أدخلت المحافظة في ظلمات بعضها فوق بعض، ناهيك عن الهجمات الإرهابية في البدور ويثرب، حيث ذهب ضحيتها 30 شخصاً بين شهيد وجريح. عام 21 مرت به أحداث سلبية كبيرة في محافظة صلاح الدين، منها أحداث التي جرت من انشقاقات داخل المحافظة وتعديل قانون سامر عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، فضلا عن الكثير من الخروقات الأمنية، منها أعطت صلاح الدين شهداء كثر نتيجة لعدم وجود انسجام بين القوات الأمنية الموجودة في إدارة المحافظة. كذلك هنالك أحداث أيضا أثرت على المواطن من خلال تفجير أبراج الطاقة بأعداد كبيرة في فصل الصيف. النازحون والمغيبون والدمار الذي لحق بالمدن المحررة ظل خلال هذا العام الملف الأهم في المحافظة، حيث تجاوز عدد المغيبين 3800 مسجل، أما الذين لم يكونوا ضمن الإحصائيات الحكومية فأكثر من ذلك بكثير. وليس بعيدا عن ذلك أعداد النازحين والمهجرين في الداخل والخارج الذين ما زالوا يحلمون بالعودة إلى ديارهم، إذ يبلغ عددهم 1800 نازح، أما الدمار الذي تجاوز نسبته 40%، فما يزال ركاما بانتظار رفعه.
وبناياتها بانتظار من يضع الحجر على الحجر. نسبة دمار وأضرار يعني كبيرة في المحافظة، يعني حقيقة يعني من إثباو على قضاء بيجي نسبة دمار كبيرة في قضائي طوز وآمرلي، القرى المحيطة بها يعني أغلبها مدمرة ومتضررة بالكامل، مناطق جنوب المحافظة اللي هي متمثلة مناطق سيد غريب أحباب تل الذهب، جزء من مناطق القريبة على قضاء الدجيل. بعد سنوات من التحرير ما زالت مدن في صلاح الدين أطلالا وما زالت معالمها أثرا بعد عين، واقع عاشته المحافظة في 2021 لكنه نتاج تراكمات السنين، فيما تترقب الأعين تشكيل الحكومة الجديدة علها تضع في أولوياتها خدمة المواطن وعيشه الكريم. من صلاح الدين، عبد المنعم الويسي، قناة الفلوجة. شهدت مناطق عديدة من بغداد العاصمة لليوم الرابع على التوالي انقطاعا تاما للطاقة الكهربائية في وقت تجدد به وزارة الكهرباء تبرير تلك القطوعات بقلة إمدادات الغاز الإيراني والتخصيصات المالية. ويؤكد مواطنون في مناطق متفرقة من العاصمة أنها تشهد انقطاعا تاما للطاقة الكهربائية الوطنية وسط تذبذب خطوط الطاقة من المولدات الأهلية، مبينين أن هذا الانقطاع دخل يومه الرابع، ومن تلك المناطق الكرادة، الدورة، حي الجهاد، الخضراء، العامرية، مجمع الأيادي السكني والسيدية والشعب والمشتل وحي أور والحسينية. هذا وخرجت محطات عدة لتوليد الكهرباء عن العمل، خاصة محطتي المنصورية وبسماية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من مناطق العاصمة بغداد ومحافظات مجاورة. يأتي ذلك التوقف في محطات الطاقة بسبب إيقاف الجانب الإيراني ضخ إمدادات الغاز إلى الجانب العراقي بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء العراقية، على الرغم من دفع بغداد أخيرا جزءا من المستحقات المترتبة عليها لطهران، فإن الأخيرة لم تلتزم مجددا. الغاز في ملف الغاز، كهرباء العراق تعتمده الذي تعتمده نحرقه ثم نستورده بالمليارات، ثقب أسود يلتهم الثروات، فمع كل كمية من الغاز العراقي المحروق يخسر العراق مليارات الدولارات، ثم يخسر مليارات أخرى بسبب استيراد الغاز لتوليد الكهرباء. النتيجة مدن غارقة في الظلام. بأكثر من نصف مليار دولار أسست محطة المنصورية الغازية بطاقة إنتاج فاق 700 ميجاوات لتغطي محافظة ديالى على أن تستورد غاز التشغيل لمدة 5 سنوات من إيران، وبعدها تعتمد على الغاز العراقي، لأن أسبابا مجهولة أعطت الاستمرارية للغاز الإيراني بتكلفة عالية وكميات لا تكفي لتشغيله جميع الوحدات. طبعا هو من الغريب انه محطة المنصورية الغازية اللي تم افتتاحها قبل نحو 10 عوام هي ما زالت تعتمد بشكل كامل على الغاز الايراني، رغم انه هي بعد ان تم افتتاحها كان هناك سقف زمني 5 سنوات انه تتحول الى الغاز العراقي، لانها هي بالاساس انشئت فوق ابار غاز في منطقة المنصورية. الإدارة المحلية في ديالى بينت أسباب تقليل ساعات التجهيز عازية السبب للنقص الحاد في الغاز، مبينة أن هناك مفاوضات مع طهران لزيادة التجهيز، بالإضافة إلى إنشاء عدة محطات متنقلة لفك الاختناقات في بعض المناطق. حسب تصريحات الحكومة الاتحادية قلت ساعات التجهيز بسبب قلة واردات الغاز، وهناك مفاوضات مع الجانب المجهز لمادة الغاز. بالنسبة كمحافظة كانت هناك اختناقات عديدة في المحافظة خلال تجهيز الطاقة الكهربائية. المحافظة أقدمت على بناء بقرابة 10 محطات متنقلة. ومن جميع هذه الاتفاقيات الدولية والعقود التي تجاوزت 100 مليار دولار لم يظفر المواطن سوى بتجهيز لم يتجاوز 9 ساعات في اليوم كحال بعض مناطق غرب بعقوبة. والله كهرباء نعاني منها، يعني
سو كهرباء، سو تجهيز، ماك يعني باليوم يمكن قاعد تجينا 9 ساعات او 8 ساعات، والتسع ساعات ترى 5 دقائق تجي وخمس دقائق تطفى، يعني مو تقول تجي ومن جايتها تجينا ضعيفه، تتراوح بين ال 140 بين ال 190. تجاوزت ال 100 مليون دولار، ارقام مخيفه صرفت على الطاقه الكهربائيه، الا ان النتيجه انقطاعات مستمره مع كل موسم حر او برد. من محافظه ديالى عمر العبيدي، قناه الفلوجه. ختام هذه النشره، هذا تذكير باهم ما جاء فيها. بعد 11 يوما وفي جلسة يقودها المشهداني، البرلمان يلم أضلاعه المتنافرة بين التوافق والأغلبية. عبر مباحثات غير معلنة بين الإطار والتيار، مساع لتوحيد البيت الشيعي تحت مظلة الكتلة الأكبر تقول مصادر. لولا جهودنا الدبلوماسية لصنفنا دولة مارقة يقول الكاظمي، ويؤكد لا يوجد جندي أجنبي مقاتل في العراق. قناة الفلوجة تستعرض حصاد عام كامل في المدن المحررة، والأهالي يأملون إزالة آثار الدمار والخراب. لليوم الرابع، مناطق واسعة في بغداد بلا كهرباء، والغاز الإيراني يخرج محطات ديالى عن الخدمة. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، دمتم بعافية.